اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج مؤشر النيل، نتعرف فيها بالارقام والتحليل على اداء البورصه المصريه. والتي تبين اداء مؤشراتها لدى اغلاق تعاملات اليوم الاثنين، حيث هبط المؤشر الرئيسي للبورصه المصريه اي جي اكس 30 بنسبه 2.4% ليبلغ مستوى 10694.41 من النقطه. كما تراجع مؤشر اي جي اكس 100 الاوسع نطاقا بنحو 76% ليبلغ مستوى 989.43 من النقطة. تراجع مؤشر جي اكس 20 ايضا محدد الاوزان النسبية بنسبة 1.11% مسجلا نحو 10196.86 من النقطة. بينما ارتفع مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة اي جي اكس 70 بنحو 14% ليبلغ مستوى 415.33%. نتحول إلى قائمة القطاعات النشطة في السوق اليوم، حيث كان قطاع العقارات هو الأنشط تصدر القائمة بنسبة 26.46%، تلو قطاع الخدمات المالية باستثناء البنوك بنسبة 21.61%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 17.58%، بينما حل قطاع البنوك رابعا بنسبة 7.63%. اما بالنسبه لفئات المتعاملين من داخل السوق، فقد اتجه المستثمرون المصريون نحو البيع واستحوذوا على نسبه 72.14% من اجمالي التعاملات. اتجه العرب نحو البيع ايضا حصلوا على نسبه 13.19%، بينما اتجه المستثمرون الاجانب نحو الشراء واستحوذوا على نسبه 14.67%. ياتي هذا في الوقت الذي اتجه فيه المستثمرون الافراد نحو الشراء واستحوذوا على نسبة 66.87%، في حين مالت المؤسسات نحو البيع حصلت على نسبة 33.12% من إجمالي التعاملات. أما على الأسهم الأكثر ارتفاعاً فقد صدرها سهم أوراسكوم للفنادق والتنمية بنسبة 13.90%، تلاه سهم اسكندرية تداول الحاويات والبضائع بنسبة 11.92%، تلاه سهم كفر الزيات للمبيدات والكيماويات بنسبة 9.93%، ثم سهم النعيم القابضة للاستثمارات بنسبة 9.62%. أما على الأسهم الأقصى انخفاضاً تصدرها سهم مصر بني سويف للأسمنت بنسبة 9.97%، ثم سهم القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بنسبة 8.10%، تلاه سهم الصناعات الغذائية العربية دومتي بنسبة 7.76%. حل رابعا سهم مطاحن ومخابز الإسكندرية بنسبة 4.15%. هذا وقد خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المكادة بالبورصة نحو 4.4 مليار جنيه ليبلغ مستوى 524.3 مليار جنيه بعد تعاملات بلغت نحو 1.65 مليار جنيه. ومشاهدينا الكرام، للمزيد من التفصيل والتحليل ينضم إلينا ضيفا في الاستوديو الأستاذ ريمون نبيل، خبير أسواق المال. أهلا بحضرتك يا أستاذ ريمون. أهلا بك يا فندم وبالسادة المشاهدين. أستاذ حضرتك وأستاذ الأستاذة المشاهدين، متابعة التقرير التالي حول أداء البورصة ثم نبدأ تحليلنا مع ضيفنا، فابقوا معنا. بعد موجة ارتفاعات قياسية لاثنتي عشرة جلسة، تبين أداء مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات الاثنين. السوق تأثرت بعمليات بيع لجني الأرباح من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والعربية بعد سلسلة المكاسب التي حققتها خلال الفترة الماضية. قبلتها عمليات شراء من قبل المستثمرين الأجانب مؤسسات وأفراد. وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 4.4 مليار جنيه ليصل إلى 524.3 مليار جنيه بعد تعاملات بنحو 1.656 مليار جنيه في سوق الأسهم. مؤشر البورصة الرئيسي جيك 30 تراجع بنسبة 2.4%. كما هبط مؤشر إيجيكس 100 الأوسع نطاقا بنحو 76%، بينما ارتفع مؤشر إيجيكس 70 بنسبة 14%، وغلب التراجع على أداء الأسهم القيادية، حيث انخفضت أسهم البنك التجاري الدولي مصر وجلوبال تيليكوم والمصرية للاتصالات والنساجون الشرقيون وطلعت مصطفى وأوراسكوم كونستراكشن، بالإضافة إلى بايونيرز وسوديك وإيديتا والشرقية للدخان ومصر الجديدة.
بنسب تراوحت ما بين 1% إلى 6.5%. التداولات شملت 184 سهما، ارتفع 106 أسهم منها وتراجع 53 سهما، واستقر 25 سهما دون تغير يذكر. مشاهدينا تابعنا التقرير، نبدأ تحليلنا مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ ريمون نبيل خبير أسواق المال. يعني أستاذ ريمون، بعد حوالي 12 جلسة، جلسة 12 تقريبا النهاردة من تاريخ التعويم، ارتفاعات 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 ثم خسارة النهاردة، شايف حضرتك أداء السوق إزاي النهاردة؟ خلينا نتكلم على أداء السوق في الفترة الأخيرة. كان إيجابي جدا طبعا، احنا كنا منتظرين كلنا أداء الأداء الإيجابي ده بعد خبر التعويم، أو يمكن احنا كنا منتظرين خبر التعويم اللي اتأخر إلى حد ما، لكن الحمد لله هو بعد ما حصل تعويم سعر الصرف، واللي أظن إنه التذبذب الموجود فيه دلوقتي في أسعار البنوك هينتهي إن شاء الله على قرب نهاية العام، حصل الانطلاقة اللي حصلت، ويمكن احنا كنا اتكلمنا كتير على منطقة 8600 اللي قدر يخترقها بمجرد معوم سعر الصرف، وحصل الرالي الصعودي الموجود حاليا اللي قدر يوصل بينا يمكن في جلسة أمس المنطقة 11000، وده كان تارجت لنا على المدى المتوسط، يمكن كنا متوقعينه على آخر السنة، وهو جه قبل آخر السنة مع قوة الخبر ومع قوة شراء المؤسسات والأجانب بالذات اللي ابتدوا يدخلوا السوق بقوة الفترة الأخيرة بعد غياب يمكن أكتر من 4-5 سنوات عن قوة الشراء الموجودة بالفترة الحالية. كان دايما الشراء الموجود من الأجانب هزلي، يعني كنا ممكن نقدر نقول إنه بيشتري 3-4 جلسات ويرجع تاني يدخل في عملية بيع أو عمليات مضاربة، وكان ده طبعا كنا اتكلمنا في اسبابه كتير جدا، لان هو المستثمر الاجنبي مش عارف هيدخل سعر الصرف بكام وهيخرج ازاي بكام وتعمل ازاي وهيخرج بيه ازاي او بكام. لكن هو دلوقتي حاليا خلاص في بعد التعويم هو عارف كويس جدا هيدخل بكام، والريسك بتاعه بقى محسوب، حتى لو في تذبذب في سعر الصرف اعتقد ان ده هينتهي مع قرب نهايه العام. طيب ده افهم من حضرتك كده ان الاجانب قدروا يوصلوا لتحديد مستوى او معدلات لدخولهم السوق، ولا لسه منتظر اكتر من كده وعملية دفع أكبر وصعود لأكتر من 12 أو وصوله تحقيق 12000 نقطة وتجاوزها؟ خلينا نتكلم على الأجانب وبعدين نتكلم على المؤشر. الأجانب لو كان محتفظ بسيولة أو كان بيضارب بجزء من السيولة الموجودة عنده، هو كان بيشتغل على منطقة 8.90 كانت موجودة في سعر الصرف اللي كان محدد البنك المركزي الفترة الأخيرة، اتعوم دلوقتي بالنسبة له بأسعار الأسهم مغرية أو بأقل من الأسعار الموجودة على سعر الصرف الأخير، نزل 50% مقابل إن الدولار وصل لمنطقة 18 ودلوقتي يمكن بيتراوح ما بين منطقة 15 و16 جنيه، فإحنا بنحكي في فرق 100% في سعر الصرف الموجود اللي كان بيقدر يدخل بيه السوق ويخرج. رجع تاني وربما استقرار عند سعر البنك وربما ادنى برضو، ايه اللي هيحصل في نفس الوقت؟ اعتقد احنا هيميل ده في قدره البنك على التمويل او قدره توفير سعر الدولار او توفير الدولار للي بيطلب دولار من تجار مستثمرين مسافرين، اي حد يدخل البنك بيطلب دولار هيقدر يحددها له او هيقدر يوفرها له بكميه مناسبه، هو ده اللي هينزل سعر الصرف. لو افترضنا ده حصل هينعكس ازاي على البورصه؟ اعتقد انه هيبتدي ينزل سعر الصرف في منطقه ال 14 و13 جنيه مع قرب نهايه العام وبدايه العام الجديد. البورصه بقى هيحصل لها ايه؟ هيحصل اي استقرار سعر صرف، كان 13 كان 14 كان 18، ده هيخلي المستثمر الاجنبي او المستثمر الخارجي يبدا يدخل، هيعيد حساباته وترتيباته على السعر الموجود. لما هيبقى التذبذب في منطقه 20 قرش او 50 قرش هيبقى بالنسبه له مش حاجه، مش خطوره عاليه انه يدخل المستثمر السوق وعنده الريسك محسوب، فيبدا يحدد الاسهم اللي يشتغل فيها وهيميل للاسهم القطاع العقاري او اسهم اللي تمتلك اصول بتقيم بالدولار الفتره اللي احنا موجودين فيها دي. طب لو حبينا نتكلم عن التاثيرات الموجوده على المؤشر، هنبتدي بالتاثيرات السلبيه. مثلا تاثير انتخاب الرئيس الامريكي كان سلبي مفاجئ على البورصه، وان كان مؤقت لكن بسرعه رجعت صعدت تاني. النهارده في تاثير او في حاله من التخوف عند البعض من ان حركه التصحيح دي كانت متوقعه، الى اي مدى هذه التاثيرات تستمر وتصل بالمؤشر لفين؟ يمكن احنا الانتخابات الامريكيه من احنا من الدول القليله جدا اللي ما اثرتش علينا بصفه قويه، يمكن احنا الجلسه اخر الجلسه كنا قلبنا في المنطقه الخضراء الساعات الاولى تقريبا بالظبط كده، احنا ما تاثرناش، بالعكس ما اظنش احنا تاثرنا بيها. احنا المشكله اللي عندنا اللي كانت مشكله داخليه، مش هنبص لمشاكل خارجيه قبل ما نحل المشكله الداخليه اللي عندنا. المشكله الداخليه كان سعر الصرف وده اتحل، احنا فضل دلوقتي استقرار سعر الصرف وتوفير الدولار داخل البنوك للمستثمرين. طيب نيجي بالايجابيات، في توقع ليه اصدار قانون الاستثمار على اخر الشهر الحالي، في ايضا توقع بان يتم طرح عدد من الشركات سواء شركات البترول كان في كلام عنها النهارده، كان في كلام قبل كده سابق عن بعض البنوك، في اهتمام من الحكومه بمساله عمليه الطرح، برضو الانعكاس هيكون ازاي على البورصه او التاثير على المؤشر تحديدا؟
خلينا نقول احنا لما كان بنتكلم على موضوع الطروحات في نصف العام الحالي كان التداولات في البورصه بتتكلم في 400 مليون ونص مليار، احنا دلوقتي بنتكلم ما بين مليار و700 و2 مليار، هو مش هيلاقي وقت افضل من كده انه يطرح الشركات دي. ده هيكون الى حد ما ايجابي في الوقت ده، لان هو المره دي الطرح هيبقى مختلف. احنا كل مره كنا بنطرح شركات او بنعمل طروحات كبيره بيبقى ما عندناش سيوله خارجيه داخله علشان تشيل الطروحات دي، كنا السنه دي بتضطر تسحب سيوله من السوق او المستثمرين بيسحب سيوله من السوق عشان يدخل الطروحات دي ويجرب الاستثمار فيها. لكن دلوقتي الوضع مختلف، انا عندي تعاون للجنيه، عندي جهاز الاستثمار، انا منتظر قانون الاستثمار اللي هيطلع وان شاء الله يطلع في فتره قريبه. كل ده هيجيب لي استثمار اجنبي جديد، المستثمر الاجنبي هيجي يلاقي اسهم موجوده في البورصه واسهم هتطرح هيعاد تقييمها. ده هيكون فرصه ان انا ادخل رؤوس اموال جديده اجنبيه من بره لداخل السوق. المتبقي بس هنقول التسويق الكويس للشركات دي، مدى قوه الشركات دي ماليا، وضع سعر عادل للشركات دي علشان يجذب المستثمر الاجنبي، لان المستثمر الاجنبي مش هيدخل لسعر مقيم هنقول اعلى من السعر العادل اللي هو متوقع. طيب محللين كتير كانوا شايفين ان اراء مختلفه طبعا واغلبها متباينه، في شافوا انه هتحصل حركه التصحيح دي هتكون يمكن ترجع ل 7900 نقطه وتبدا تصحح تاني وتطلع من جديد، وفي شايفين انها منطلقه ومتحركه لل 15000 نقطه، وفي شافوا انها بتتحرك بين الاثنين. لو حبينا استاذ رمون نحط تصور على المدى القصير او المتوسط او البعيد، ادق التصورات ممكن تكون ازاي؟ خلينا نقول ان احنا على المدى الطويل، احنا يمكن اتكلمنا هنا في برنامج في بدايه العام وتشرفت ان كنت مع حضرتك وقلنا ان احنا عندنا كنا بنتداول عند منطقه ال 6200 وال 6500، قلنا منطقه ال 8600 هنقعد تحتها فتره كبيره، وده حصل بالفعل. احنا قعدنا اكتر من سنه اسفل منطقه ال 8600 الى ان يحدث قوه تحرك المؤشر، والقوه دي كنا في انتظار احجام تداول تدخل. صح. ده حدث. انا منطقه ال 8600 دي كانت تحويل لاتجاه المؤشر على المدى المتوسط والمدى الطويل من اتجاه عرضي كان موجود عندي الى اتجاه صعد. انا كان عندي قمه رئيسيه خلال اخر 3 سنوات عند منطقه 10000، اخترقتها وبقوه وطلعت فوقها ب 1000 نقطه. انا لو هتكلم على المدى المتوسط انا في اتجاه صعد، على المدى الطويل ان شاء الله يعني احنا خلاص يعني هنقدر نقول احنا على اتجاه صعد، بمجرد ما ارجع اختبر المنطقه اللي كسرتها عند منطقه 10900، واعتقد ان اي اختبار ليها تبقى فرصه تكوين مراكز ثانيه للمستثمرين علشان اقدر اطلع اخترق ال 11000، وده هيحدث ان شاء الله في الربع الاول في 2017. خلينا متفائلين احنا في 2017 ان شاء الله مش هيبقى طموحنا ال 11 او ال 11500، احنا هنعدي منطقه ال 12000. المؤشر الرئيسي خلاص قلب اتجاه صاعد، في حاجه اسمها الترند وفي حاجه اسمها الموف، يمكن اللي حصل النهارده ده مجرد تصحيح على المدى القصير. مقاومته كام ده؟ الدعم بتاعه هيك دعم عفوا احنا طلعنا في وتيره صعود متواصله من قرب منطقه 8 او 8200، وصلنا منطقه 11000. انت بتتكلم في 3000 نقطه، طبيعي جدا انا ممكن اصحح منها من 25 ل 30%، مفيش اي مشاكل، وهيكون نسب التصحيح هيكون تصحيح فعلي، وده كان ملاحظ في جلسه النهارده ان ما كانش عندي هبوط جماعي. مدته قد ايه؟ ما اعتقدش انه هيزيد اكتر من اسبوعين بالكتير قوي، وبالعكس احنا ممكن نلاقي جلستين ثلاثه فيها هبوط وهيكون هبوط مش قوي، وهرجع تاني هيلاقي جلسات صعود، انفصال في المؤشرات، وده يبتدى يبقى واضح دلوقتي. النهارده المؤشر السبعيني بدا يتماسك، ما دخلش في عمليه هبوط زي ما حصل في المؤشر التلاتيني. المؤشر السبعيني هيكون مؤشر واعد جدا في 2017، الاسهم اللي فيه لسه في مناطق قيعان ويدوب بتحول اتجاه، ما حققتش القيمه العادله لسه اللي بنتكلم عليها كنا من سنه وشويه سنتين، ولا ربع ولا عشر القيمه العادله اللي هي موجوده فيها. ده خليني اسال حضرتك ان في مستثمر دلوقتي واقع ما بين رايين، راي بيقول له لا ما تجازفش وتخش هيحصل حركه تصحيح ودي ربما ترجع بيك وانت حجم اموالك لا تكفي، وراي بيقول له لا لازم تدخل علشان حاله الدخول دلوقتي ممكن تمكنك من التعامل مع حاله الصعود اللي هتجرى. شايف حضرتك المستثمر البسيط يتعامل ازاي مع هذه الاراء؟ هنقول المستثمر البسيط يعني هو اتعامل مع الاسهم، لو انت كنت جوه السوق من 2008 او 2010 او 2011 فانت معاك اسهم في مناطق سعريه عاليه فما ينفعش تخرج في المناطق دي. لو انت مش معاك سيوله انتظر، حاول تشتغل مع الاسهم دي تريدات مع الحركه السعريه اللي ممكن تحصل الفتره اللي جايه اللي ممكن تكون صاعده، اشتغل معاها تريدات دايما في اي هبوط ممكن تدخل في متاجره شراء، لان خلاص الاتجاه قلب. احنا السنوات اللي فاتت كنا بنقول احنا في اتجاه عرضي، ممكن لو وصلت لمنطقه معينه تبيع وترجع تاخد في منطقه اقل منها او العكس، بس كانت المخاطره عاليه. مساحه الحركه كانت ممكنه. احنا يعني دلوقتي المخاطره مش عاليه، بالعكس في اسهم كتير في المؤشر السبعين اللي هو كانت راكده ليها اكتر من 5 سنوات، وبالاخص اخر سنه ونص يمكن المؤشر السبعين دخل في عمليه ركود تام.
خلاص بقى يتحرك في نطاق عرضي ضيق، فهو دلوقتي بدا يدخل للسيوله، بدا يطلع من مقاومات قويه جدا. كان اهم مقاومه عندي في الفتره اللي فاتت 385، انا كسرتها بقوه وعديت منطقه ال 400، خلاص انا عندي مستهدف صعودي ممكن اشوف في الربع الاول في 2017 ما بين 460 480 نقطه. فانا اعتقد ان اي هبوط في المؤشر ال 70 هيكون فرص شراء. بالنسبه للمؤشر ال 30 هو اغلب الاسهم فيه حاليا في اتجاه صاعد. الاتجاه الصاعد دايما بنقول المستثمر البسيط صاحب الاتجاه، خلاص انت مش مشكله هتاخد في كام، الاتجاه صاعد دخل في عمليه تصحيح، انا بقيت عارف عندي دلوقتي منطقه دعم قويه جدا خلال شهر او شهر ونص، اي وقت هوصل لها عند ال 10000 او 9000 دي هتبقى فرصه شراء. كل ما اقرب من المنطقه دي ممكن تشتري، شوف سهمك دعمه كام، مش مشكله ونزل بيك حاجه قليله بسيطة لانه هيطلع يرجع تاني يرتد. هيطلع يعمل تاني قمم اعلى، ويمكن ده حصل في القطاع العقاري واتكلمنا عليه لسه بقى، هو ده اللي هيدخله المشكله الثانيه. مساله الاسهم الانتقائيه والحركه الانتقاء او الشراء الانتقائي اللي حصل ده، زائد كمان عمليه الاسهم القياديه تاهت ما بين البنوك وما بين العقارات، يعني مساله الكراسي الموسيقيه بين القطاعات اصبح دلوقتي مشوش او غير واضح المعالم. تمام. فترتب الحكايه دي ازاي حضرتك؟ خلينا نتكلم ان قطاع البنوك اكبر قطاع مستفيد من تغيير سعر الصرف في الحركه الاخيره. الى متى؟ على الاسهم الاس اي بي. تمام. تمام. اللي هو بيحقق دلوقتي ارقام جديدة تاريخية صعودية، بس معاه ورقتين ماليتين او ثلاثة بيتحركوا برضو مش زي جوبل هيرمز. مش زي السايب. احنا السايب بنتكلم من 2011 لوقتنا هذا ممكن نكون حقق من 4 لـ5 أضعاف. تمام. من القاع اللي عمله الوقت الحالي اللي احنا فيه في عز ظروف السوق اللي كانت سيئة جدا، هو دلوقتي السوق ابتدى كله يتحرك، فهو كمان ساعدت الحركه الاخيره. يمكن الحركه الاخيره السي اي بي اتحرك من منطقه 52 وصل معانا منطقه 70، احنا بنتكلم في حوالي 40% صعود في وقت اقل من شهر، فده مكسب كويس جدا لاي مستثمر بيتعامل في السي اي بي. لكن للاسف هو اغلب المستثمرين مش بيتعاملوا في السي اي بي لان هم اموالهم محبوسه في اسهم ما اتحركتش. تمام. تمام. هنقول ان خلاص طلع البنوك استفاد استفاده كبيره الموجوده منه، هيجي بعده قطاع العقاري. قبل ما نخش العقاري، في قطاع في جزء في البنوك داخل كيانات كبيره زي العربي الافريقي زي القاهره، ودي برضو لها ثقل على البورصه، هيكون تاثيرها ازاي؟ هيكون تاثيره في الطرح بتاعه السعر العادل، لكن مش هيكون تاثيره زي البنوك اللي بتتداول داخل البورصه. بمعنى معلش ما فهمتش، يعني هو لسه التقييم بتاعه هيبقى على الاسعار الجديده، لكن عظيم. البنوك اللي كانت جوه البورصه كان التقييم اغلب الميزانيات والحاجات الموجوده، لكن ممكن تسحب البورصات من تحت رجل السي اي بي مثلا وتقود هي. خلينا متوقع خلينا ولا واقعيين، احنا قاعدين لنا 5 6 سنوات بنقول ان ممكن في حد يسحب البورصات من تحت السي اي بي، وده ما بيحصلش. السي اي بي مستحوذ خلال اخر 5 سنوات، واظن على القوه الماليه اللي موجوده في السي اي بي والمكاسب اللي حصلت في الربع الاخير مع تحريك سعر الصرف انه هيفضل مستحوذ الى فتره ما، ممكن تستمر على الاقل المدى النصف السنوي. بس الاطروحات اللي قبل كده كانت فيها بعض الشوائب، لكن اعتقد الاطروحات الجايه هتكون محسوبه المدى والابعاد والتاثير و الكيانات اللي ممكن تدخل الطرح بتاعها ايا كان الكيانات البنوك الموجوده مش هتكون في القوه الماليه الموجوده في السي اي بي. تمام. السي اي بي في القوه الماليه الموجوده فيه حاليا مع المكاسب اللي اتحققت الفتره الاخيره صعب هيجي ان اي طرح جديد يسحب منه البساط بالصوره دي، ممكن نقول يقلل من حجم الاستحواذ بتاع السوق، لكن مش هيسحب منه البساط او هيبقى هو القائد. يبقى عمليه التقاسم تكون بين البنوك وبين الاوراق الماليه. بالظبط كده. اعتبرنا اذا القطاع ده هو القطاع اللي بيقود البورصه. بعد قطاع ايه؟ هيجي بعد قطاع العقارات، وهيجي بعدهم قطاع المال الغير مصرفي. قطاع العقارات لسه الحركه السعريه او الطفره ممكن تحصل فيه على اخر العام مع استقرار سعر الصرف واعاده تقييم الاصول. هو لغايه دلوقتي مش قادر اعاده تقييم الاصول دي بنتكلم فيها يا استاذ ريمون، انا يعني سنه اثنين تقريبا بنتكلم في مساله اعاده تقييم الاصول لقطاع العقارات. ما كانش في عندي سعر صرف ثابت، كان عندي مشكله، عندي جاب سعر ما بين 98 وكان بره شغال الدولار ب 13 و14 و15. يعني اذا هي مساله ملحه حاليا. انا دلوقتي عندي تعويم سعر صرف، وهينتظر اظن القوائم الماليه بتاعت الربع الاخير من العام الحالي هيكون سعر صرف الى حد ما استقر، هيبدا يعمل اعاده تقييم للاصول الموجوده عنده. خلاص ما عندوش مشكله عشان يعمل اعاده تقييم، خلاص المشكله اتحلت اذا كان في اسعار صرف او كده، وكل ده هيدي عائد على القطاع العقاري. وهنتكلم عن القطاع العقاري حتى خارج البورصه، انا اعتقد ان الفتره الجايه اسعار العقارات والاراضي هيكون فيها طفره سعريه. طب تعالى نتكلم بقى في الملاذات الامنه والمؤثرات الاخرى، زي مثلا من السعر الفايده اللي رفعه البنك المركزي خلى البعض ينسحبوا من البورصه واتجهوا الى مساله شهادات الايداع. الذهب عمال بيتراوح صعود نزول، اصلا متاثر بالانتخابات الامريكيه ومتاثر برفع سعر الفائده في الولايات المتحده. إلى أي مدى تؤثر هذه الملاذات على أداء البورصة وسلبياً البترول مثلاً وحالة التذبذب القائم فيها، وإن كانت حالة تراجع واضحة بينا؟ يعني خلينا نتكلم بطريقة سريعة على كل الملاذات الموجودة حالياً، إذا كان ذهب أو بترول أو كان دولار. خلينا في نفرق دايماً، المستثمر يفرق بين الذهب الموجود كسعر في مصري أو موجود في الخارج. هو الذهب في السعر في الخارج حالياً مش في أعلى أسعار ليه، يمكن هو في داون ترند ليه أكتر من 3 4
سنين وهو في منطقه عرضيه بتداول فيها، التذبذب بتاعه يمكن مش عالي قوي، لكن احنا متوقعين ممكن على اخر سنه 2017 يبدا يدخل في اتجاه صاعد الى حد ما. هنبص على الاتجاه الداخلي، لا احنا الطفره اللي حصلت في الذهب كان سببها الدولار، مش صعود اسعار الذهب بره، انه اصلا هو نازل بره بالمناسبه، هو اصلا مصعدش. انا عندي اسعار الدولار هي اللي اثرت في اسعار الذهب. هقدر اقول ان هو مش مغري، انا لو هقارن بالبورصه، لا انا عندي اسعار اسهم، لو هضرب لك مثل، اسهم كانت في 2008 او 2010 قبل قيام الثوره كانت بتتراوح ما بين 13 و 12 جنيه و 10 جنيه، الاسهم دي النهارده بتتداول تحت الجنيه. غير سعر الصرف، اقسم بقى التداول اللي كان موجود عليه، فهو كده تراجع اكتر. اي صعود في الاسهم دي هيكون اقوى كتير جدا ربحيا اكتر من الملاذ الموجود بره في الذهب او بترول او اي حاجه. تلغرافيا في ثواني شايف حضرتك بكره ازاي هيكون الاداء؟ اعتقد الاداء بكره مش هيواصل لقوه الهبوط، يعني الهبوط هيكون نبدا الجلسه يعني في قوة بيعية بعض الشيء، واعتقد ان اخر الجلسة الماركت ممكن يتماسك شوية. الماركت بشكل عام بعد اي ويفة صعودية قوية زي اللي حصلت او ترند قوي بدأ في الفترة الاخيرة، احنا طالعين 3000 نقطة، ممكن ندخل في اتجاه عرضي اسفل منطقة ال 11 او ال 11200 واعلى منطقة ال 9500 9400، ممكن تتداول عندها، ممكن نستمر في المنطقة دي الى اخر الشهر الحالي. عندي منطقة دعم جيدة جدا ممكن اتابعها الفترة الجاية عند 9810000 خلال شهر 11 و 12، اي هبوط هيكون فرص للشراء. اعتقد ان شاء الله 2017 هيكون سنه سعيده على كل البورصه، وخصوصا ان شاء الله على الجميع وعلى مصر باذن الله. استاذ جمال نبيل خبير اسواق المال، نشكرك شكرا جزيلا على هذا التحليل المستفيض الحقيقه، ونتمنى كل الخير للمستثمرين القائمين على الاقتصاد المصري باذن الله. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، وصلنا نهايه حلقه اليوم برنامج مؤشر النيل، نشكركم على حسن المتابعه والى اللقاء.